شرق آسيا جلال رحيم ينضم إلينا من الرياض. مساء الخير أستاذ جلال، برأيك إلى أي مدى متماسكة هذه الرواية لمانيلا حول هجوم الكازينو أمس؟ تقول إن الرجل يعني استلقى في سرير ووضع على نفسه الوقود وأحرق نفسه بعد أن قام بإحراق الكازينو. نعم، يا هناك تناقضات كثيرة في هذه الرواية من طرف السلطات الرسمية في الفلبين. العملية تمت بنسبة 90% في تنفيذ وتخطيط داعشي، وهذا ما قالته وكالة أنباء داعش أعناق اليوم أو البارحة في آخر الليل. تبنت العملية تنظيم أو تبنى عملية تنظيم داعش الإرهابي، ثم ما أكده هناك مركز استخباراتي، مركز بحثي في أمريكا اسمه TIDE، وهذا مركز مختص في البحث في الشؤون الإرهابية أو في العمليات الإرهابية التي تقوم بها العمليات المنظمات الإرهابية في كل العالم تقريبا. فهذا مركز عادة هو مصداقية في تأكيد المعلومة. مركز تايد هذا الأمريكي قال أن بالفعل هي عملية داعشية بالفعل. برأيك لماذا إذا مانيلا لماذا حريصة بهذا الشكل لكي تقول بأن العملية ليست إرهابية، علما بأنه يعني قبل أيام تم الاستيلاء على منطقة كبيرة في الفلبين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية؟ صحيح، هو السؤال المطروح لماذا عادة السلطات الرسمية في أي بلد في العالم تنكر أن العملية هي عملية إرهابية، أن عملية إرهابية بحد ذاتها أو تعطيها صفة إرهابية، ثم فما بالك أنها تعترف بأن العملية من تسليط داعش؟ هل دولة في العالم مثل ما قلت تريد أن تتبنى داعش أي عملية تقوم بها على أراضيها؟ لأن الاعتراف من هذا القبيل يكون هو عادة انعكاسات اقتصادية ومالية وخاصة سياحية كارثية يعني على الاقتصاد وعلى كل البلد، لأن القبول بالعملية بأن عملية من تنظيم داعش أو من تنفيذ داعش يجر عن إنذارات من طرف الوزارات الخارجية ومن طرف السفارات لعدم السفر إلى ذلك البلد. وطبعا وهذا يكون هو مثل ما قلت لك انعكاسات يعني مالية وسياحية واقتصادية كبيرة جدا، ثم يكون له انعكاسات يعني كارثية وجدية حتى على النظام العام في داخل البلد، لأن الاعتراف بأن داعش اخترقت النظام واخترقت الجهاز الاستخباراتي وجهاز الشرطة ونفذت عملية هو يكشف عن ضعف كبير في الجهاز الاستخباراتي في العمل الاستخباراتي في هذا البلد. شكرا لك أستاذ جمال الحيم، الخبير والباحث في شرق آسيا، معنا أيضا من الرياض.